قال السيد أحمد الحسن عليه السلام: إن رحمة الله تنزل كما ينزل المطر، فلا يفرق الله بين خلقه، كما أن المطر لا يفرق بين مكان وآخر عند نزوله، ولكن الذي يأتي بوعائه ويضعه باتجاه السماء يمتلئ وعاءه، والذي يضع وعاءه مقلوباً فيجد في النهاية أن وعاءه فارغ، والذي يأتي بوعاء أكبر فيكون نصيبه أكبر، أما الذي لم يأتي بوعائه ليضعه تحت السماء فهو لن يحصل على شيء، لأنه لم يكن يريد أن يحصل على شيء.